المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا من بعد ثلاثة ديال الهزائم، و نشكر الجمهور ديالنا اللي حضر اليوم رغم أننا ما قدمناش عرض في المستوى نظرا للأرضية ديال الملعب ومجموعة ديال الظروف. النتيجة ديال اليوم كانت مهمة لأن من بعد غيكون عندنا وقت فينا أننا نرتاحوا ونرجعوا لاعبين مهمين في الفريق. وقفنا سلسلة ديال نتائج سلبية رغم أننا حصل لنا ضغط في الأخير مع تسجيل فريق رجاء بني من الهدف، ولكن أهم شيء كان اليوم هو أننا نحقق نتيجة وناخذ وقت كافي إن شاء الله في هذا الأسبوع باش نحضروا المباراة المقبلة المهمة بالنسبة لنا. كاين هناك اجتماع باقي ما تحسمش، ولكن نتمنى أن يتم التأجيل لأن شفتوا الظروف ديال اليوم، شفتوا عندنا مباراة يوم الجمعة مباراة مهمة. نتمنى إن شاء الله أن الظروف تكون مواتية لنا باش نحضروا المباراة ديال تي بي مازيمبي لأن غنواجهوا خصم قوي، وبالتالي نتمنى يكون عندنا الوقت في أن اللاعبين يسترجعوا الأنفاس ديالهم وأننا نحضروا بشكل جيد، لأن المدة هذه ما كان عندنا وقت في أننا نشتغلوا. ربما هذا الأسبوع ممكن يكون عندنا وقت. نتمنى إن شاء الله أننا نكون جاهزين للمباراة يوم الجمعة إن شاء الله. على المجهود اللي بذلوا لأن ماشي سهل أنك تلعب في هذه الحرارة وفي هذه الأرضية ديال الملعب. راضي على النتيجة، طبيعة الحال أداء ما تتقاش مع القيمة ديال اللاعبين، ولكن أهم شيء كان عندنا اليوم هو أننا ننتصروا لأن ثلاثة ديال الهزائم متتالية كان ضغط على اللاعبين، وبالتالي كنا مطالبين بتحقيق نتيجة ديال الفوز. الحمد لله أننا فزنا وأن بعض اللاعبين رجعوا ثقة، وهذا مهم بالنسبة لنا كثير. إن شاء الله تنتظروا العودة ديال عبد الإله حفيظي عمر بوطيب لأن الأرضية ديال الملعب اليوم ما سمحتش لنا باش نعطيهم وقت. نتمنى أن الاجتماع ديال اليوم يعطينا فرصة ديال أننا نستعدوا بشكل جيد للتي بي مازيمبي يوم الجمعة. غيكونوا عندنا أيام وافية الحمد لله، لأن شحال هذه ما لقينا أربع أيام فين نخدموا، يكون عندنا وقت فين أننا نشتغلوا. ونتمنى أن احنا عارفين بأن الجمهور ديالنا غيكون حاضر، نتمناو أننا نسترجعوا كذلك محسن متولي لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وأن نسترجعوا كذلك فابريس نقومة لأنه لاعب مهم، وأن اليوم الحمد لله ما تصابنا حتى لاعب، لأن المدة هذه ما جريناش شي لقاء بدون أعطاب. هذا أول لقاء الحمد لله ما تصابنا حتى لاعب. تنشكر الجمهور ديالنا اللي حضر اليوم، نوعدوا بأننا غنكونوا في المستوى إن شاء الله، خاصة أن عندنا ثلاثة ديال الأسابيع مهمة جدا في المسار ديالنا هذا الموسم، جوج ديال اللقاءات ديال عصبة الأبطال ثم مباراة الإياب ديال كأس العرب. نتمنى أننا نكون جاهزين إن شاء الله لها.